طالع بباب عالين أيها الذهب واخطف بأبصار من سر ومن غضب لعلع بباب عالين أيها الذهب وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لغى الأبواب والعتب ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب لعلع بباب علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مشاهدي قناة كربلاء الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من برنامج ضيوف الأمير يقول الإمام علي عليه السلام لا إيمان كالحياء والسخاء سنتحدث عبر هذا الموضوع مع زائري مرقد الإمام علي عليه السلام مشاهدينا الكرام الآن الزائر الذي سأتحدث معه وأتشرف بهذا الحديث قادم من محافظة ميسان العمارة أهلا وسهلا به في رحاب برنامج ضيوف الأمير أهلا وسهلا بك الله يخليك ويتقبل زيارتك إن شاء الله من نومكم صالح لعمان إن شاء الله الله يبارك بك كل عادة تعرف على الاسم الكريم أولا ماجد أنا أبو حسن من محافظة ميسان حياك الله جيت أنا وفي عائلتي زيارة أمير المؤمنين وزيارة العتبات المقدسة بصورة عامة كربلاء إن شاء الله هاي العبارة خل ندخل بيها ما دام نعم جئت لزيارة الإمام علي عليه السلام وزيارة العتبات المقدسة نعم شنو اللي يخليك بهذه اللهفة أو شنو اللي الفوائد اللي راح تستقيها من هاي الزيارات والله صراحة يعني أهل البيت سلام الله عليهم بصورة عامة هم سبب وجودنا حاليا لأنهم أعتبرهم هم الهواء اللي نتنفس به إحنا كشيعة أهل البيت سلام الله عليهم وخاصة يعني من أجل زيارة خاصة مع عائلتي ليش لأن راح أعلم أولادي على أهل البيت سلام الله عليهم أعلمهم هم شنو بالضبط وشنو النهج اللي ساروا عليهم إحنا نعلم أولادنا وأطفالنا حب أهل البيت واللي الخط اللي هم مشوا عليه لذلك أنه إحنا من نزور بعقيدة وليس مجرد أنه سفرة عادية أو يعني كنزها مجرد نغير لنا جو لا لأنه إحنا أهل البيت هم سر وجودنا عقيدتنا هم لذلك إحنا هذا الموروث لازم نورثه إلى أطفالنا وإلى عوائلنا فزيارتنا إلى كربلاء والنجف والعتبات المقدسة بصورة عامة ننتظرها يوم يوم وبفارق الصبر وهاي نعمة من الله سبحانه وتعالى نتمنى أنه رب العالمين يديمها علينا ويديمها عليكم إن شاء الله برأيك كيف تدوم هاي النعمة نعمة وفائنا وولائنا وهاي استمرارنا بالعلاقة مع أهل البيت عليهم السلام أولا لازم إحنا شكر لله سبحانه وتعالى وفي ثاني ارتباطنا بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لأنه هو سر وديمومة الحياة بالنسبة لنا فإحنا ما دام زائدا بالإضافة إلى أنه تعاملنا وأخلاقنا مع الغير هاي أهم شيء لأنه بالنعم هي بالشكر تدوم النعم أحسنت. فإحنا إذا سوينا هاي الشغلات إن شاء الله إحنا مستمرين على نهج أهل البيت سلام الله عليهم وإن شاء الله زيارتهم يعني مستمرة برأيك لو كانوا أهل البيت الآن سلام الله عليهم أحياء نعم. شنو اللي يردوه من الإنسان الموالي حتى يصدق عليه لقب أنه هو شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بالضبط إحنا يعني إحنا حسب أقوال أهل البيت سلام الله عليهم وخاصة هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين معاملات وعبادات فقدم المعاملات وبعدين العبادات أهم شيء معاملتي مع أخي وصديقي وجاري أخلاقي تعاملي معاه هذا أولا ثم العبادات فإنه أنا شلون أتصرف مع جاري وصديقي وأخلاقي أعكسها بالعمل والوظيفة شلون أجي أقدر أطور يعني في
ولدي، شلون أجي أربي أطفالي على الأخلاق السامية والحميدة. بهاي أتصور يعني نقدر ولو بجزء يعني قليل نخدم الإمام المهدي عجل الله فرجه وأهل البيت. فهذا اللي أحسنت. إحنا اليوم بداية برنامجنا تحدثنا عن موضوع مهم وحديث مهم للإمام علي عليه السلام. يقول لا إيمان كالحياء والسخاء. إيش قد مهم اليوم إنه نتحلى بالحياء وأيضا بالسخاء؟ بالضبط بالضبط. وهذا الحياء يعني شيء عام أكيد على الرجال والنساء. بالضبط. إنه وليس وحتى على الشباب أيضا، يعني إحنا المفروض إحنا هم نعلم أطفالنا إنه من يصيرون شباب إن شاء الله نعلمهم على حياء وحب الآخرين واحترام الكبير الأكبر منه واحترام الجار. فهي هاي نعمة أشوفها من الله سبحانه وتعالى إنه رب العالمين يديمها علينا نعمة أهل البيت. سلام الله عليهم. شكرا جزيلا لك وحياك الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الأعزاء، الآن من سنتحدث معه من زائري مرقد الإمام علي عليه السلام، قادم من أقصى جنوب العراق من مدينة البصرة، مدينة المواكب الحسينية. حياك الله، تقبل الله زيارتك. منه منك صالح الأعمار، رحم الله والديك والله يعطيكم العافية. خلينا نتعرف بك بداية. محمد عبد الرضا الجبوري من البصرة. كل هلا بك أبو جاسم. أكثر رحم الله والديك. محمد، من البصرة للنجف، شنو اللي كان يدور ببالك وأنت جاي الأمير المؤمنين والعتبات المقدسة؟ حب أهل البيت هذا مترسخ من الصغر للكبر. حب أمير المؤمنين شيء لا يوصف، يعني الكلام يعجز، الوصف يعجز. حب أمير المؤمنين فطرة، حب أمير المؤمنين فتح حب إلهي، هذا يعتبر بقلوبنا مترسخ من الصغر لحد الكبر. فش قد ما أرد أحكي لك، إش قد ما أرد أوصف لك، صعب هذا الشيء أوصف لك إياه. هاي المسافات كلها ما قدرت توقف عائق. لا مستحيل. الشيعة يقولون بالصيف بالحر بالحزن بالفرح مع أهل البيت. بأي وقت بأي وقت أمير المؤمنين ساكن ويانا ويعيش ويانا وبقلبنا. فحب أمير المؤمنين قلت لك فطرة من الصغر للكبر وما نقدر نتخلى عنه لو مهما يكون. ما دام تكلمت بهذا الكلام الجميل، اليوم احنا شلون نتحلى بأخلاق أمير المؤمنين؟ شلون نوصل الفكرة لكل من يشاهدنا ويقول ذول شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، شنو أخلاقهم، شنو تصرفاتهم، شلون يقولون إنه احنا على نهج أهل البيت عليهم السلام؟ تأخي التراحم بيناتنا، التواصل، صلة الرحم، هذن كلهن صفات أهل البيت المفروض يتحلى بهن كل إنسان، مو بس فقط محصورة للشيعة، لا العالم بأسرة المفروض يتحلى بأخلاق أهل البيت. أهل البيت مو حصرا الشخص معين، لا مستحيل، أهل البيت العالم أجمع. والدليل جاي يشوف أنت سجاي يجيك الزوار من جميع أنحاء العالم وجاي يشوفون اللي بأمير المؤمنين وشنو هم أهل البيت وشنو هم أخلاقهم. زين أنت بعملك بعائلتك طبقت أخلاق أهل البيت مثلا؟ يعني عندما تتعامل مع ابنك مع بنتك مع زوجتك مثلا مع أبوك مع أمك، هل استقيت من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أخلاقهم؟ إحنا بحياتنا اليومية صحيح نتعامل بأخلاق أهل البيت، ما نقدر نوصل اللي هم وصلوا له ولا المرحلة ولا المنزل عند رب العالمين نوصل لها، مستحيل. بس إحنا ولو جزء بسيط من أخلاق وأهل البيت نتحلى بها هي أكبر نعمة. زين، الإمام علي عليه السلام عنده أحاديث كثيرة، عندنا في الحديث تناولناه اليوم بالبرنامج يتحدث عن أهمية الحياء والسخاء للإنسان. يعني الإنسان شمهما يكون واصل إلى درجة من الإيمان لا يوصف هذا الإيمان بالقوي إذا ما كان عنده حياء وسخاء. سخاء السخي حبيب الله. والحياء بعد هذا شيء لا يوصف. يعني الخجل إنه يكون يعني إنسان هسه أنا مو أحكي وياك أنا وخوف الشيء بسيط، وهي تلقى الخجل بوجهي موجود. فهذا شيء يعني قلت لك موجود كل إنسان يحب أهل البيت ومترسخ حبه بقلبه، يعني مستحيل فهذا الشيء نتخلى عنه. أحسنت، شكرا جزيلا لك. بعد قلبك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا وإياكم في برنامج ضيوف الأمير، ومعي أحد الزائرين الذين تشرفوا بزيارة مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين. حياكم الله وتقبل زيارتكم إن شاء الله. منه ومنك صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلينا نتعرف بداية لحضرتك.
سيد مصطفى الذبحاوي أبو حمراء سكنة النجف ناحية العباسية. الله يحفظكم سيدنا. انتسابك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا شرف كبير. لكن اليوم الإنسان يحرص على أن تكون أعماله هي المقياس، أعماله أخلاقه التزامه برسول الله بآل بيته. اليوم وهاي الزيارة تعنينا الكثير أنه نكون في حضرة الإمام علي عليه السلام، لكن إيش قد مهم أن نقتدي بالإمام علي عليه السلام وبأهل بيته الكرام. إحنا دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام قال له نحن من شيعتكم، قال له لا تقول إحنا من شيعتكم، قول إحنا من محبيكم ومواليكم، شيعتنا يمتثلون لأمرنا وينزجرون لزجرنا، إحنا نسأل الله أن نكون صحيح شيعة أمير المؤمنين وصحيح من محبين أمير المؤمنين، ونسأل الله التوفيق لكل إنسان. أحسنتم سيدنا. اليوم وأنت ترتدي هاي العباءة وهذا الشماغ والعقال العربي الأصيل، وأنتم دائما الناس عندما تكون هناك قضايا عشائرية تذهب إلى السيد الذي هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم مش قد مستفيدين إحنا من شخصية أهل البيت في حل النزاعات، في أن يعني إصلاح ذات البين. هم في كل شيء إحنا نقدمهم أمامنا، أولا هم لجلهم من خلقة السماء والأرض، من أجلهم سبحانه عز وجل خلق البحار خلق النهار، ما خلى شيء ما خلق من أجلهم، يعني هم الكل في الكل. أهل البيت يعني ما يوصفون في كلام، يعجز الكلام تعجز الألسن عن وصفهم، هم في كل مرابجنا هم في كل مقدماتنا. نسأل الله أن نتمسك ونسأل الله أن نمشي بطريقهم وما ننحرف عنا. اليوم وصيتنا لأبنائنا وصيتنا لأبنائنا كل، أنا بالنسبة لي أنصح كل أب وكل أخ كبير وكل رب أسرة عندما يطلع من البيت يقول توكلت على الله وينصح العائلة من اللي تركه وراء يوصيه هذا الصح هذا الغلط. اليوم احنا هذا اللي قاعد نمر بيها المتاعب والمتاهات كله سبب الإهمال. احنا لو انا اراقب وانت تراقب، احنا اليوم انا انصح ابني ذاك ينصح اخوه، هذا يعني كل من يوصل اللي يشيل يخصه بالصحيح حتى شنهي نسلم احنا، واحنا اسلام هذا الاسم مال الاسلام يكون واحد يطبقه بحذافيره، احنا كنا نطبق الشيء ما بس اسم نقتدي به بس هوية الاسلام. الهوية مو ضرر لكن المضمون الضرر، المضمون صحيح كون اسلام يقتدي بالاسلام الصحيح، هذا اللي نصح الوادم تمشي بالطريق الصحيح، الجار يدري بال على جاره، الوادم تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن احنا شو نريد؟ نريد الناس تتكاتف تتآخى توخر هالحزازيات هاي وهالصحيح هذا الحكي اللي يسخن القلوب. هذا نسأل الله التوفيق لأمة محمد. السؤال الأخير لكم سيدنا، اليوم تحدثنا بالبرنامج عن حديث للإمام علي عليه السلام يأكد به على أهمية الحياء والسخاء للإنسان، مش قد مهم أن يكون الإنسان صاحب خلق وحياء وسخاء أيضا. الإنسان اللي كانت عنده أخلاق وجدت في كل الأشياء الصحيحة، الإنسان الخلوق توجد عنده الصلاة التامة، توجد عنده مخافة الله، توجد عنده احترام الجار، يوجد عنده الطريق إلى احترامه، يوجد عنده كل شيء. الأخلاق تجمعهن كلهن، إذا وجدت الأخلاق بالإنسان وجدن ذن كلهن، وإذا الإنسان كان حشى المحضر الأخلاق يعني فقد كل شيء. الأخلاق أبو الكل، يعني الأخلاق هي بعد الأخلاق نقتدي بها بنادم، المفروض الأخلاق بنقتدي بها بنادم يطبقها. إسلام أنت مسلم، اليوم هويتك تقرأ مسلم، كون تطبق الإسلام، وأهم شيء بتطبيق الإسلام الأخلاق. أحسنت، أحسن الله. شكرا جزيلا بعد يعني. تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء، أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء، يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء، وإن أغنيت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء، سيغنيني الذي أغناه عني
فلا فقر يدوم ولا ثراء، وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء، وكل جراحة فلها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء، وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. أحبتنا الكرام، الحديث الآن مع زائر قادم من مدينة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه من مدينة الحلة، حياكم الله وتقبل الله زيارتكم. الله يتقبل لو منا ومنكم صالح الأعمال. نرحب بكم هنا بقناتكم المفضلة قناة كربلاء، وأهلا وسهلا بكم بولاية الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام ليست فقط للشيعة وإنما للعالم جمعاء، كثير من استعان ومن درس لهذه الإمام ومنهج الإمام علي عليه السلام، ومن بقية المذاهب الأخرى من أخذ هذا المنهج ودرس بهذا المنهج واستفاد الكثير. فندعو من هذا المكان المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية أنه يذهبون لهذا المكان ويشوفون ويتعلمون من هذه الزيارة ومن هذا المنهج، بل ولتقاليد الشعب العراقي وأعراف الشعب العراقي وكرم العراقي اليوم بما فيه الزيارات، يستقبل الزيارات المليونية من كل دول العالم، وبفضل الله سبحانه وتعالى اللي أمن علينا بهذا الكرم وهذه الأمان اللي عم على بلدنا، وفضل الله سبحانه وتعالى الفضل لله. والشيء الثاني لمراجعنا العظام اللي أشادوا وبفتوى المرجعية الرشيدة اللي دفعت البلاء عنا والحمد لله، والآن العراق بصورة عامة يعم بالأمن والحمد لله من أقصى الشمال ولأقصى الجنوب. خلينا نتعرف حضرتك. المتحدث حسن محضاري الحسناوي. أحسنت أبو فلاح، اليوم هذا الكلام الطيب اللي نبع من قلبك وهو صدقا يعني واقع العراق اليوم. نعم. اليوم احنا كيف نمثل خلينا نقول النموذج الحسن اللي يقتدي بأهل البيت عليهم السلام. أحسنت. اليوم كبارا وصغارا نساء ورجالا نحتاج أن تكون هويتنا فعلا إسلامية محمدية علوية. أحسنت. حبيبي الكل الشيب والشايب والشباب والمثقف وكل إنسان إنه يتعلم ويدرس هذا المنهج من العائلة ينبع إلى الشارع، وكل الشارع مسؤول عن هذا الشيء، وبما فيهم المتحدث لكل شيء إنه سلبا بالمجتمع إنه ننقده وإنه ننبه عليه، لأنه إحنا ننتمي إلى مدرسة أهل البيت، وهذه المدرسة تعلمنا بكل مفاصل الحياة بما فيه احترام الجار وتحمل أذى الجار. طالما إحنا في منهج أهل البيت عليهم السلام ومنهج الإمام علي عليه السلام، فهذه الكتب اللي تدرس، وهذا سبق وإن أسلفت عن هذا الموضوع، وكلنا مسؤولين قلت لك بما فيهم إنه ننبذ كل شيء سلبي بالمجتمع، لازم إنه ننبذه. اليوم إحنا في مخاطر الانفتاح هذا العظيم، شلون نحصن أولادنا وبناتنا ضد أحسن. هذه الهجمات الإلكترونية العلمانية، هذه الأمور اللي تبعتهم عن دينهم وعن مذهبهم. كلنا أنه نتابع أولادنا بما فيه هذا الانفتاح، حضرتك تحدثت عن الانفتاح الإلكتروني اللي دخلنا وليده، لكن علينا لازم نواكب الأحداث والتطور بشيء إيجابي وليس سلبي، أنه نتابعهم بالشيء الإيجابي وننبذهم بنفس الوقت. والبيت مسؤول، من البيت مسؤول أنه بعد هالمدرسة، لكن البيت المتابعة من البيت من الأب والأم لحث المجتمع، من البيت تنبع الأصالة الثقافة الاحترام بما كل شيء هو من داخل البيت من داخل الأسرة العراقية. سؤال الأخير لك، الإمام علي عليه السلام يؤكد على مسألتين، الحياء والسخاء، شو قد مهم للإنسان أنه يكون أحسنت. يحمل الحياء سواء أحسنت. كان رجل أو امرأة أحسنت. وأن يكون سخي أيضا أحسنت. الحياء والعفة الرجال عليهم الحياء والتعامل بالإنسانية بالإسلام كتعامل، المرأة عليها العفة وحفاظتها وسترها وكل مفاصل الحياة، لأنه هي الأم إذا أعدت جيل مدرسة، إذا أعدت إعداد صحيح بما فيهم الالتزام بالحجاب وكل مفاصل الحياة، فأعدت جيل، والجيل أصبح هذا جيل ناجح من عند المثقف الدكتور ومن عند الضابط والمهندس وإلى آخره كل مفاصل الحياة. أحسن. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراقي. جزاكم الله الخير وشكرا جزيلا. وسهلا.
مسك الختام مشاهدينا الكرام سيكون مع أحد الزائرين القادمين من مدينة بغداد العاصمة، وتشرف بزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام. حياكم الله وتقبل الله زيارتك. حيا الله أصلك، الله يتقبل أعمالك حبيبي. خلينا نتعرف باسمك الكريم. مهدي صباح. مهدي، حياك الله مهدي. الله مهدي يخليك. شاب يتواجد في مرقد الإمام علي عليه السلام، هاي العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام شو تعني لك أنت بالشخص؟ علاقة خاصة روحانية تكون بين مربوطة بين رب العالمين، يعني يوصلك لله. أيوة، أهل البيت كلهم بصورة عامة يوصلوك الوجود رب العالمين، وجود شلون أقول لك ذرية أهل البيت كلهم، وجود صاحب الزمان هم أنا يخليك، هم هذا من أمير المؤمنين لحد صاحب الزمان عجل الله فرجه. إحنا أهل البيت عندي شيء خاص، يعني أمير المؤمنين الحسن والحسين لحد خاتم الأمة، هم شيء شلون أقول لك إنه خاص يعني بالقلب، من تروح تزورهم تشكي لك همهم، تشكي يمك يمه أهل البيت، تشكي لك اللي أنت اللي ترتاح به، يعني الله سبحانه وتعالى هم دزهم إنه شلون أقول لك خير، رحمة خير ورحمة وعافية زين. من تطلبهم ما راح يردوك أبد، ثق بالله العلي العظيم وحق، هذا أمير المؤمنين، من تطلب من أمير المؤمنين ما راح يردك أبد. سؤال إليك الآن، اليوم إحنا ما دام هيك عندنا إيمان بأهل البيت عليهم السلام، وإحنا شباب إحنا موالين لأهل البيت، شلون نقتدي بأخلاقهم؟ شنو نستفاد من شخصياتهم العظيمة؟ شخصية خاصة عند أهل البيت، يعني ذولا إحنا نقتدي ذولا قدوة لنا، نقلدهم المفروض، مو نقلد مثل هسه هذا المجتمع اللي الحاضر. المجتمع ترى عبارة عن صار اختلقت تغيرت أخلاقه، بس من توصل لأهل البيت وتذكرهم راح تتغير أخلاقك، تكون حياتك دينية ثقافية، تعرف أخلاقك عند تعرف نبرة قلبك من توصل لرب العالمين. الله يخليك. برأيك إحنا اليوم نتحدث عن موضوع مهم، إنه الإنسان لازم يتصف بالحياة دائما طبعا. يكون مهتم مثلا بأخلاقه بتهذيبه، خصوصا الشاب والشاب اليوم. أمير المؤمنين يقول لا إيمان كالحياء والسخاء، شقد مهم إنه الإنسان يتحلى بأخلاق الحياء والمرأة تتحلى بالعفة. طبعا المرأة إذا تحلت بأخلاق أمير المؤمنين، بأخلاق فاطمة الزهراء، بأخلاق تكون هاي عفة مثلا احنا من نشوف رجال ونشوف مرأة مهذبة مرتبة، هاي راح تحطها على راسك وتحترمها عن طريق تشوف هاي من ذرية اهل البيت، يعني من نشوفها تشوف اخلاق اهل البيت، يعني تربيتها واصلها اصولها شون حياتها العامية، من تشوفها محجبة. الشاب أيضا كذلك، الشاب كذلك من يتخلى بأخلاق أهل البيت شيء خاص يكون إله، هاي تابع أخلاقه تتبع حسب تربيته، يعني حسب البيئة الموجودة بصورة عامة. إن شاء الله ما يرد لك طلب. شكرا جزيلا لك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج ضيوف الأمير، نلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله ورعايته.